تفيدك النكهة، تحكي لك تحكي نكهة كتير 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 كتير. ما عنده شيء بايعته جدي الله يرحمه، جدي الله يرحمه. جنب بيت جدي في جنينة بيقعدوا فيها، جدي ختيار يجمع حوالي الصبايا والستات اللي هني. كل ما فوت على جنينة يقول لهم هي اجا ابن ابني. انا هيك جدي شو عم تحكي؟ ورجيها كان هذا كثير. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. كان لما يتخانق هو وتيتي جدو، انا بتجوز احسن صبية، تقول له انا في 50 شاب بتمناني دامرون دامرون ستي عمر شي 85 سنة ما شاء الله، انا 50 شاب بتمناني ستي اطيب من هيك ما بتلاقي وبتخوف يعني بتقرا بسملة وهي شافت ليلة القدر. قلت لك ياها هي اللي شافت ليلة القدر ولهلا بتقول لك ابن الشهيد يحيى لهلا ما مات. مسكينة مات لهلا بتقول لك عايش بأسر ما مات وما مات وما مات. أم قلب الأم اه كرموه الرئيس كرمه. قلت لي كرمه. بس امي سمتني تذكر ماله يا حي على سوريا كنت عارفي لما بروح على سوريا مين اول يعني مين اللي راح راح اشوف اول من غير من غير ديالا وايهم ديالا وايهم هم بيجوا هم بيجوا من غير اول يعني عرفت ان اول اشخاص راح اشوفهم تيتي ديالا وايهم وبابا عماد تيتي عماتي وخالاتي بحمص هاد اول اول شيء بشوفه مين حماتي مرت عمو اها والدتي الله يرحمها خالاتي بتشوفي اخواتي انا بحب خالاتي كثير كثير بحبها بنات حماية عماته عماتي عمته نوال عمته نوال عمته سهير عمتو سهيلة فاتن ولينا فاتن لينا سهيلة لا ما كنت من زمان بس فاتن كمان فاتن تضحك دي آه كمان بتضحك عنا العائلة حياتي بتحب الضحك والله العظيم عائلتنا معروفة ديك هي بنت حماية فاتن خلتها ولساننا كلياتنا متبرع منا ايه اوكي ما عندي مشكلة انا بضحك بضحك انا شوخة رايحة لأضحك وانبسط حب عيني هاو ايمان في ايمان سيناء عمت ايمان كتير طيب يا اطيب حدا ايمان يا طيب طيبي مسكينة توفي جميسة ما تشافت عيون مسكينة بتشوفي اختي فاطمة هي اللي كبيرة اكبر شيء اولادها عندها اولاد؟ بالمانيا ايه بس بالمانيا اه اللي بالمانيا لا مو هي لا اولادها بالمانيا بس انا خالتي لا اللي بالمانيا عايشة اسمها نعم ما اختك الكبيرة مين هي؟ فاطمة عايشة بسوريا ايه بالشام لا بحمص لا بحمص بعيدة ساعتين بس اولادها سافروا لهنيك في منه الكل عدا ناس ايه وائل وائل وقصي وحسام وعد كلهم هناك كلهم متزوجين هناك ايه وولاد اختي برهان كمان اللي بالمانيا اختي برهان بالمانيا هي ما بتيجي غير بالصيف واختي غصون ولادها لا انا متزوجه ما متزوجه واختي طل اصغر مني كمان مو متزوجه دو كمان شوفي هي كمان من عائلتنا خالتي إلي خالي اسمها فريان انت اصغر وحده بالبنات لا اختي اصغر مني وعندنا خالي وحدي وعندي خالي وحدي بس الله يطولنا بعمره يا رب اسمه فريان
هاي خالي جهيدة هاتي بس إذا رحت شوفها أخذتك نتوري ونمشي بديك تشوف الحالة تانية ها بشوف العيلة وانا نطول نهار شو نهار؟ لا راح يعزموني لسه عم اتخانق بواسوف ببيع 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 على مين عم تنوع عصافير بس لسه عم تنوع هلقونا لا بدي روح وكل واحد بده يعزمني راح اعمل لازم نعمل يعني اللزوم يعني تعمل لي بتجمعهم كلهم بالبيت بيشوفوني باي باي ما يصير انت بشوفوك نهارين ما كل واحد راح يعزمني ولازم كل واحد راح نروح عنده صح؟ انا عارف الجواز حبيبتي نحن يشوفوك بعمل انا من نوع الصمدي شو الصمدي؟ عزيمة كبيرة للعيلة وعيلة العيلة عقولك شبه عرس صغير عرفتي كيف؟ لأن أنا ما بدي أعمل عرس كبير بس من الأخير عشان ما تناقشيني أنت وأمي كثير كرمال أمي هالقصة عرفتي كيف؟ تعرفوا عليك نتعرف عليهم لا بدنا نعمل شيء في سوريا ليش لا؟ هاي كرمال ما حمل لك صمدك أنا شو بدي أعمل؟ علي يطلع لك هيك بعمل كتب كتاب نعمل إن شاء الله رضي حط ابني بعد أسبوعين قلتهم باي باي لو اسبوعين شو عندك؟ ما وراك شيء؟ عندي ابو يحيى واولاد البقية عندي انا شو عندي؟ وبحكي مع عم عبد الله ابو عبد الله بقول له نسلمكم ابني يحيى بتطلعوا كلياتكم لعنا شو طبعا ما نطلع لهني ليه ما بدك تطلعي؟ قلت لك طبعا بدي اطلع قلت لك العرس الكبير الحلو بعدين حط لك يا عمليك وبحكي مع عم عبد الله هذا ابنك الثاني كم اخ عبديك ابنك الثالث باي باي بتجيبوا لي اربع اولاد بتجيبوا لي شو؟ بتجيبوا لي شو؟ اربع اولاد ولدين عنده ولدين خلص الولد اللي معه مو تخلص للولد اللي معه احيي لك سامي خلاص رح حاول بس ما بوعدك بنحاول هذا بيد الله يعني بنحاول احنا البيع على الله البيع اسمه ناس ابنك بطل بس ما بحكي هيك اثنين يعني على حسب واحد يدرسه منيح عشان نعرف نربيهم مش ما عرفنا نربيكم ماما بس الوقت كم غير وقتنا وقتنا صعب وقتنا صعب ماما الحياة غالية كذا القصص شوف ماما دي الولد الله بيبعث رزقك معه ما تحاولوا عشان الولد الله يبعث رزقه معه ما تحاولوا ان شاء الله حكي ماما بالضبط